نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. إيواء حوالي 70 طفلا بمستشفى باب سعدون منذ جويليا الماضي بسبب بكتيريا شيغالا. سوسة حجز 114 قطعة شماريخ مجهولة المصدر ونقود ليبية. رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الجزائرية. والجامعة العامة الكهرباء والغاز تقرر الدخول في إضراب. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الصحي، حيث أكد المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر بأن بكتيريا شيغالا بدأت في الانتشار في تونس منذ شهر جويليا الماضي، ما تسبب في إيواء حوالي 70 طفلا بمستشفى البشير حمزة الأطفال بباب سعدون، منهم طفلا واحد توفي منهم طفلا واحد. وأضاف المصدر ذاته في تصريح لقناة الوطنية بأنه يقيم حاليا 12 مصابا بالمستشفى لا وجود لحالات بقسم الإنعاش، وكانت قد أوصت وزارة الصحة بضرورة معايدة الطبيب في صورة ظهور أعراض الإصابة ببكتيريا شيغالا. وعلى أثر توفر معلومات لدى مصلحة النجدة، مفادها وجود شخص يتاجر في الألعاب النارية بشماريخ مجهولة المصدر، تم الإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، وبعد نصب كمين محكم تم إيقاف الشخص وحجز 114 قطعة شماريخ ومبلغ مالي يقدر ب 110 دينار بالعملة الليبية. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بتحرير محضر في الغرض من أجل مسك أشياء خاضعة لإثبات المصدر، ومحضر من أجل مسك عملة أجنبية خاضعة لإثبات المصدر والاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث. استقبل رئيس الجمهورية صباح السبت 26 من نوفمبر الجاري بقصر قرطاج رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، مبعوثا خاصا من عبد المجيد تبون رئيس الجزائر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. وتطرقت المحادثة إلى الروابط الأخوية الوطيدة الجامعة بين تونس والجزائر والحرص المشترك على مزيد تدعيمها. ومثل هذا اللقاء مناسبة لمتابعة مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر، وذلك لاستعراض جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي ذات السياق، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء السبت بقصر قرطاج بكل من نجلة بودن رئيسة الحكومة وليلى جفال وزيرة العدل، وتناول اللقاء جملة من المواضيع والملفات من بينها الأبحاث الجارية المتعلقة بفجاعة جرجيس، حيث شدد سعيد على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة، خاصة بعد تعزيز الفريق المكلف بالبحث على المستوى المركزي بولاية مدنين. وأكد رئيس الدولة أيضا على ضرورة احترام القانون واحترام واجب التحفظ ممن هم مؤتمنون على تطبيقها. تمكنت خلال ليلة الفاصلة بين يومي 25 و 26 وحدات الحرس الوطني العاملة بسوسة من إلقاء القبض على 3 منحرفين أثر تعمدهم اعتراض سبيل تلميذين وسلب هواتفهم الجوال وحافظة أوراق والاعتداء على أحدهما بآلة حادة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم واسترجاع المسروق. قررت الجامعة العامة الكهرباء والغاز الدخول في إضراب كامل يومي 7 و 8 من ديسمبر القادم، وذلك على خلفية رفض سلطة الإشراف إمضاء محضر اتفاق 5 من مايو الماضي مع الطرف النقابي وتطبيقه، وللمطالبة بمنحة الاقتصاد في التصرف لسنة 2020 والترقية الاستثنائية بمناسبة الستينيات المؤسسة. ودوليا، أعرب وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم عن أماله في أن تتواصل القوى السياسية والمكون العسكري لتسوية الأزمة السياسية الراهنة. وقال ياسين خلال حلقة نقاشية بشأن الإعلام والأمن القومي بأن القيادة العسكرية لا تمانع من العمل تحت القيادة المدنية الفترة القادمة. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إيواء حوالي 70 طفلا بمستشفى باب سعدون منذ جويليا الماضي بسبب بكتيريا شيغالا. سوسة حجز 114 قطعة شماريخ مجهولة المصدر ونقود ليبية. رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الجزائرية. والجامعة العامة الكهرباء والغاز تقرر الدخول في إضراب. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة، تصبحون على خير.